كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، إذن ما الفائدة أن نعرف أن فلانا أكثر الناس مالا في الشرع؟ ذكرنا هذا في درسنا الماضي، من يذكرنا؟ تفضل. فقط حتى يعرف الفقراء. تفضل. حتى يعرف بين الفقراء فيقصده الفقراء لحاجتهم. وهذا معنى حديث ماذا؟ أي حديث؟ نعم، وهذا معنى حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فبالتالي تصبح هذه بمثابة اطفي بالله لا اطفي يا اطفي هاي. ما يثبتها هناك والله. وعندها يعرف الفقراء فيقصدونه فيتصدق عليهم ويساعدهم ويحل إشكالاتهم المادية بمشيئة الله، فيصبح هذا الإعلان بمثابة الدعاية لكي يحصل الأجر والثواب. وهذا معنى إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فأنت عندما تركب سيارة فاخرة أول ما تقصد أن يعرفك الفقراء حتى يقصدونك، وبالتالي تساعدهم وتنفق عليهم وتحل إشكالاتهم، وإلا كان المال لا فائدة منه وركبك هذه السيارة لم يستفد منه المسلمون. والأدهى الأمر إذا كانت هذه السيارة بالدين وتصبح تقول عندي أقساط وعندي دفع، معناته ركبك للسيارة في مؤاخذات شرعية لسنا الآن بصددها. فإذا هذا شيء مهم جدا إخواني في الله، أن هذا المال مال الله، لابد أن نعيش مع الفقراء، نعيش مع المحتاجين، وبالتالي يعرفوننا ويقصدوننا ونساعدهم. وهنا يصبح حسن الاختيار كيف توزع المال، وهذا الذي أراده أبو طلحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ضعه حيث أراك الله.